محمد الدنعة. طيب اللي بعده، يا مرحبا يا بسام، ان شاء الله انك فال خير علينا اليوم يا ابو نايف. طيب جاوب جواب صحيح. السؤال دايركت اسلم، يقول اعطيك خيارات ولا بدون؟ والله اعطني السؤال اول شيء نشوف يعني. طيب سؤال. أبعطيك صدقني السؤال من دون خيارات. تفضل. السؤال يقول ماذا يسمى صوت الافعى؟ بس اتوقع فحيح بس ما بتاكد من. اعطيك الخيارات؟ ايه، نباح، عواء، فحيح، حفيف، فحيح، رنين، فحيح، تغريد. والاجابه صحيحه يا بسام، مبروك عليك الف مبروك. باقي بسام الف مبروك. تاخذ من ابو صالح. تاخذ من عسيري. عسيري يلا، عسى الله يحفظك يا حبيبي. معوض خير يا عبد المحسن. عبد المحسن نقطة مأخوذة منك. يلا اللي بعده يا عبد المحسن. عبد المحسن خذ حقك يا حبيبي. ترى السؤال بعد سهل. زهلني والله السؤال يا أخي. المفترض بعد أني ما أعطيك قيمتي على طول من دون نقاط. السؤال يقول ما هي المدينة السعودية التي يطلق عليها عروس الجنوب؟ عروس الجنوب. أبها. مبروك يا عبد المحسن. والله عشان أبغى ما أبها ما أبغى أخصم على أحد. لا لازم تخصم. بسام أبو عشق. يا ويل حالي كل ما قالوا يا بوح فلوس حقنا رجع. ايوه خلاص تقوى حي. اقمع عليك عبد المحسن. مبروك عليك ألف نقطة وأخذتها من بسام بن عشق. لبيه. انت وحظك، انا امشي بالاسئله بالترتيب. طيب عبد المحسن وبسام طلعتوا صفر انتم. الحين اموركم طيبه. السؤال